طبعا انتم مستغربين، انا موجوده هنا بعمل ايه؟ انا مش ضيفه، انا باذن الله اكون مذيعه في قناه دي ام سي. ده حلم عمري اتمنى احققه. بدات من اسبوع، من يوم 23 يناير 2018. انا رحمه خالد من ذوي قدرات خاصه. بشكرك جدا، وانا مبسوطه قوي، حوار ممتع ولذيذ معك. متشكره جدا جدا. في حاجة؟ طبعا الوقت سرقنا كتير، الحلقة كانت قليلة، بس برضو حوار ممتع مع أستاذة أمل عطيفة أخصائية تخاطب. أشوفكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من سفيرة عزيزة، وإلى اللقاء. أنت عايزة تنافسينا يا رحمة؟ بالعكس. عايزة تشغلي مذيعة وتقعدينا في البيت يا رحمة؟ طب إيه رأيك بقى إنه نتفق اتفاق إنه ما بين الحين والآخر كده ننسق مع بعض وتنورينا في 8 الصبح كمذيعة مش ضيفة؟ أنا فعلا أتمنى إن أنا أبقى مذيعة، لأن عايزة أغير نفسي في المجتمع اتجاه زي كده الخاصة. انتظروا رحمة خالد كل ثلاثاء مع رامي رضوان في 8 الصبح فقط على دي ام سي.